رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة مارتن شولتز التحالف مع حزب المستشارة الألمانية أنجلا ميركل لتشكيل حكومة ائتلافية، وأكد شولتز خلال مؤتمر جماهيري على ضرورة استيعاب المواطنين للوضع الجديد وعدم الخوف من خوض انتخابات تشريعية جديدة مطلع العام المقبل، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا بعد رفض الأحزاب السياسية تشكيل حكومة ائتلافية تقودها المستشارة الألمانية أنجلا ميركل. هذا ومن المقرر أن يلتقي شولتز والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الخميس المقبل لبحث الأزمة السياسية.